وصفة فعالة 100% من أول استعمال لتبييض العنق، اليدين والرجلين، وكذلك الكوعين والمرفقين والركبتين، وعلى العموم أي منطقة سوداء في الجسم. هي الحلقة ديالنا ديال اليوم إن شاء الله بإذن الله، نتمنى أنكم تبقوا معنا. وقبل ما غادي نبدا معكم الوصفه او الحلقه ديال اليوم، غادي نرحب انا وياكم بالناس اللي جداد لاول مره كيشوفوا القناه. نتمنى انهم يضغطوا على زر الاشتراك، سبسكرايب، صابوني، كذلك الضغط على زر الجرس والانضمام لعائلتنا، الانضمام لقناتنا اللي كتقدم لكم جوج فيديوهات يوميا في النهار، ذلك باش تعم الفائده للجميع وتكون فائده اكثر. شجعونا باللايك بجيم، وشكر خاص بزاف على الناس اللي كيخليو لينا لي لايك ديالهم ولي كومونتير ديالهم. نبداو على بركه الله. خصنا نعرفوا الاسباب قبل ما نعرفوا العلاج، باش نعرفوا طريقه الاستعمال ديال الوصفه واش غادي تنفعنا او لا. بالنسبه للعنق والسواد ديالو، كيكون بعض المرات مستوى السكر في الدم كيكون مرتفع، شيء اللي كيخلي الخلايا ديال الانسولين كتقاوم او لا كتؤدي لسواد الرقبه. وكذلك من بين الاسباب ديال سواد الرقبه او للعنق او اي مكان في الجسم هي التهابات جلديه، وغالبا ما كتحدث بسبب اهمال تنظيف المنطقه وبسبب التعرق خاصه في الصيف. كذلك من بين الاسباب ديال سواد الجسم او لا سواد الرقبه استعمال مجموعه ديال الادويه اللي او لا الكريمات اللي كتؤدي من بعد نتيجه سلبيه او لا كترجع لنا على الوجه ديالنا، تترجع لنا على العنق ديالنا وكذلك حتى الوجه ديالنا في حاله الى تعرضنا للشمس او ليلة ما كانتش من كاليتي مزيانه او لا نوعيه جيده. ما نساوش الاضطرابات الهرمونيه اللي كتلعب دور كبير خاصه بالنسبه عند المراه الحامل، وكذلك تغير في البشره ديالها، الرقبه والكلف اللي كتصاب به. هادشي اللي غادي نقول لكم تبعوا وصفات طبيعيه قبل ما يفوت الفوت. كذلك من بين الاسباب عامل وراثي، وما نساوش المدمر لحياه الانسان وهي السمنه الزائده وزياده الوزن، الشيء اللي كيخلي تنيات او لا كيخلي تنيات في العنق ديالنا او لا تحت الجلد، الشيء اللي كيؤدي للسواد من بعد. اخر سبب اللي غادي يكون معانا او لا قبل من الاخير، غادي نقول لكم لي زاكسيسوار اللي اكيد عندهم دور كبير في سواد العنق. هادشي علاش كنقول لكم خذوا اما غورميطات او لا سناسل ديال العنق يكونوا من نوعيه جيده وماركات اللي هي مضمونه، ما ديروش اي حاجه لانه تيكون تيولي عندنا صعيب باش غادي نحيدوه. ندوزو على بركه الله. من بعد ما تعرفنا على هاد الاسباب كامله، نبداو في الوصفه. كيف كتشوفوا معايا، غادي ناخذ واحد نص حامضه، غادي نضيف عليها جوج معالق ديال البيكربونات ديال الصودا اولا جوج المعالق ديال البيكربونات الصودا اولا الخميره ديال الحلوه على حسب انت واشنو متوفر عندك. غادي نخلط هاد المكونات جيدا ونوضعهم فوق البوطه حتى يغلاو ونتلاقاو باش نكملوا الوصفه. هنا كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما غلاو هاد المكونات دابت هاد البيكربونات ديال الصودا مزيان، واكيد كيف ما غادي تلاحظوا ملي غادي تبداو تستعملوا الوصفه انها غادي تكشكش او غادي يطلع هذيك الرغوه. ما تخلعوش، ما تخافوش، غير بقاو تخلطوا 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 حتى غادي تحصلوا على واحد الكريمه اللون ديالها ابيض. كنعاود نذكر بان هاد الوصفه خاصك الا بغيتي تستعمليها تحترمي الوقت ديال الاستعمال ديالها، والا غادي يكون عندها استعمال او غادي يكون عندها مفعول سلبي وغادي تزيد تكحل الاماكن ديال الجسم. هادشي علاش خصنا الوصفات نفسروهم وفي نفس الوقت نفصلوا فيهم، نعطيو نصائح ليهم، طريقه الاستعمال ديالهم، الوقت اللي نستعملوا، وكذلك الاشياء اللي نجتنبوا باش ما نوليوش فيما لا يحمد عقباه. انا غادي نخلي الحامض والبيكربونات يذوب تماما وغادي نتلاقاو باش نكملوا مع بعضياتنا الوصفه. كنذكر بالنسبه للحامض، خدي الحامض اللي كيكون فيه الماء بزاف. انا كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما برد هذا الحامض والبيكربونات غادي نضيف نشا الذره اولا المايزينا. كيف كتشوفوا غادي نبدا نخلط جيدا.
غادي نحصل على واحد المحلول ابيض اللون ديالو. من بعد غادي نردو فوق البوطة باش يغلى مع التحريك، وكنسطر عليها مع التحريك. البوطة تكون مهيلة، البوطة تكون مهيلة وحركي مزيان، لأننا ما بغيناش نشط الدورة أولا المايزينا طيب، بغيناها نخدمو بها واحد الكخيم. غير هي ديري بحساب أن الكاسونة اللي غتستعملي فيها ما تكونش تلصق، وفي نفس الوقت تكون العافية مهيلة. وهنا كما كتشوفوا معايا، من بعد ما حصلت على هذا الخليط غادي نحيدو من فوق الكاسرونه. وكنعاود ناكد البنات ما تنساوش التحريك 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 الجيد، والعافيه تكون مهيله. ما عرفتش واش سمعت في لابارتي الاولى او لا، وهو مازال باقي هكا سخون كيف كتشوفوا. كتقدوا انكم تحكموا فيه باليد ديالكم. غادي ناخدو وغادي نبدا ندلك بهذا الشكل، غادي نبدا ندلك بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. حتى غادي نحصل على واحد العجينه. غادي ناخذ واحد زلافه غادي نوضع فيها معلقه صغيره ديال الفازلين، عصير نصف حامضه، ومعلقه ديال النشا. وغادي نبدا نخلطها بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف معلقه كبيره ديال زيت اللوز، ونخلط جيدا. غادي ناخذ هذا العجين الاول اللي خدمت، غادي نوضعو مع الخليط الثاني، وغادي نبدا ونخلط. غادي نضيف معلقه اخرى ديال زيت الورد اللي يكون اصلي، يعني معلقه كبيره، ونخلط جيدا. غادي تبداي تاخدي من هاد الكميه وتوضعي بشكل دائري على الرقبه ديالك، العنق، اليدين، الرجلين، الكوعين، المرفقين، وكذلك الاماكن السوداء في الجسم ديالك. دغيا غادي الجسم ديالك او الجلد غادي يشرب هاد الخليط، وغادي يبقى دوك الحبيبات ديال البيكربونات ديال الصودا. غادي تبداي ديري واحد القماش بشكل دائري كيف كتشوفي معايا. في حالة لان فيها النشا غادي تجمع، يمكن لك انك تضيفي ضيفي الفازلين لهذاك الخليط، تتحصلي على كريمه اللي يمكن لك انك تحكمي فيها. هنا كيف كتشوفي معايا غادي نضيف شويه ديال الماء، وغادي نبدا ندير قماش لليدين اولا للرقبه، نتوما ديروها للعنق ديالكم. غادي تبان لكم النتيجه من اول استعمال كيف غادي تشوفوا معايا. فوالا،
هنا كتمشو معايا النتيجة جد فعالة من أول استعمال. فريمون غادي تصدمكم هاد الخلطة لأنها معتمدة عندي أنا شخصيا ومعتمدة كذلك عند بزاف الناس اللي كيخدموا الأعشاب. نتمنى أنكم تجربوها وتردوا لنا الخبر. أما بالنسبة لوقت الاستعمال ديالها كتكون من المساء فقط أو من الليل فقط، ومع صباح ملي تنوضي ضروري تغسلي بالصابون. حاولي أنك ما تعرضيش بزاف للشمس، ما ديريهاش إلا كنتي غادية للبحر، وما ديريهاش إلا كنتي غادا تعرضي للشمس. حاجة أخرى البنات، طريقة الاحتفاظ بها كيف قلت لكم، غادي تخلطوها مع الفازلين وتديروها فواحد الحكيك. هكا وصلنا النهاية ديال الحلقة ديالنا، وهكا كملات الحلقة ديالنا معاكم. نتمنى أنني نكون رديت على التعاليق وكذلك طلبات ديالكم اللي خليتوا لينا في الكومنتر بخصوص الوصفات اللي بغيتوا. إلا بغيتوا وصفات أخرى ما عليكم إلا تخليوا لينا أو تراسلونا على رقم الواتساب اللي في الرقم الواتساب اللي كاين في صندوق الوصف. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، وبصحة وراحة.